اليوم معنا البلوجة جولد لاين، نفرجيكم كيف تنفتح. تنفتح. هاي من ال من فاين فودكا، يعني بتنشرب بس لحالها، بنصبش معها اشي. بس فودكا بتفتحوها بالفريزر، تفتحوها من تروم الفريزر، صبوها بكاس واشربوا بدون تلج، بدون مي، بدون اي عصائر مشروبات تانية ولا اي اشي. تفضل رامي، بلش فرجينا اياها. في هنا معها هذا الشاكوش، شاكوش صغير وفرشاي وفرشاي اسا تفهموا له ايش. قيمها من البسيس تاعها كمان عشان الصخوش. مش قوي كتير، شفتوا ليش الفرشاي نظفها منيح، نكت كل الوسخ اللي بضل. ايوه جيبها حطها بالفريزر. وهذا